يا مساء الخير مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان وكل ما يخص الالعاب الرياضيه المختلفه في جميع الملاعب ومن داخل جميع الصالات العالميه والافريقيه والعربيه، وبالتاكيد الاخبار والمتابعات المحليه لكل ما يدور من استعدادات ومنافسات لمنتخباتنا الوطنيه خلال الفتره الحاليه. ودايما شعارنا في ملاعب الابطال ان زي ما ملاعبنا كتير ابطالنا اكتر بكتير. ضيف حلقتنا النهارده الكابتن خالد فتحي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لكره اليد ونائب مدير بطولة العالم مصر 2021 وواحد من نجوم اللعبة في مصر، وحديث مطول النهاردة عن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة حاليا في مصر واللي خلاص وصلنا فيها للأمتار الأخيرة والمرحلة الأخيرة في الدور قبل النهائي، والحديث على مستوى البطولة ومنتخبنا الوطني بالتحديد. وبالتأكيد هتكون في كواليس كتير وفي أخبار كتير وفي كمان كلام كتير عن مواجهات نصف النهائي في الجزء الثاني من حلقة النهاردة مع ضيفنا الكابتن خالد فتحي. يقولون بأنني أبالغ عندما أعظم وأفخم في منتخب كرة اليد المصرية، ولم لا؟ فهو منتخب يستحق التفخيم والتعظيم، فجميع لاعبي نجوم، فجميع لاعبي يقاتلون لآخر نفس للوصول لكأس الأمم الإفريقية، للوصول لأعلى المراتب العالمية. هو منتخب كرة اليد المصرية، منتخب الذي يصنع السعادة في كل خطوة يخطوها سواء على المستوى القاري أو المستوى العالمي. منتخب كرة اليد تعظيم سلام، قف احتراما وتبجيلا لهذا المنتخب الذي يقع في القارة الإفريقية كأعظم منتخب حاليا وواحد من العظماء السبعة، ومنتخب مصر لكرة اليد كل التحية. بطولة كبيرة كأس الأمم الإفريقية اللي بتقام حاليا في مصر واللي وصلت خلاص للدور نصف النهائي واللي تحدد أطراف المواجهة خلاص، وأبرزهم بالتأكيد منتخبنا الوطني حامل اللقب لنسختين متتاليتين واللي عنده 8 ألقاب وبيسعى للقب والنجمة التاسعة من أمم أفريقيا. طبعا بكرة مباريات الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية واللي هتشهد مواجهات منتخب مصر اللي هيلتقي مع منتخب تونس، الديربي الإفريقي، الكلاسيكو الإفريقي، المتعة الأفريقية، مصر وتونس. حط العناوين اللي انت عايزها، الملخص مصر وتونس، ده يكون في تمام الساعة 6 مساء إن شاء الله وبننقله لحضراتكم عبر قنوات اون تايم سبورتس. منتخب الجزائر هيواجه منتخب الرأس الأخضر، المنتخب القوي، ومنتخب الجزائر العائد بقوة لهذه البطولة. هتكون المباراة الساعة 8:30، والمنتخبات الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي للدور النهائي طبعا أو الدور الخمسة الأوائل اللي هتأهلوا طبعا لبطولة العالم. في دور الثمانية الحقيقة لو فكرنا كده مع حضراتكم أو هنفكر حضراتكم بنتائج دور الثمانية أو ربع النهائي، منتخب مصر فاز على أنجولا بنتيجة 37-25، منتخب تونس اللي فاز على منتخب غينيا بنتيجة 37-24، منتخب الجزائر فاز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36-23، منتخب الرأس الأخضر فاز على منتخب المغرب بنتيجة 31-22. تأهل منطقي للدور قبل النهائي، نتائج متوقعة كانت في دور الثمانية، وحتى الآن مفيش أي مفاجآت في البطولة يعني من اللي فاتوا يعني، وجميع المنتخبات بتتطور بشكل كبير في أفريقيا. تعالوا كده نشوف لقاءات ما بعد نهاية مباريات دور الثمانية ونرجع نكمل حلقتنا تاني.
الحمد لله يمكن فترة زمنية قصيرة جدا للتحضير للبطولة، عناصر صغيرة كتيرة موجودة دخلناها، ولكن عندنا لسه مشاكل كتيرة جدا في تماسك في اللعب. ما بنقدرش نستمر الفترة طويلة في اللي احنا متماسكين. يمكن بنعمل ستارت كويس في أول المباريات أو في نص المباراة، ولكن بيحصل حالة من الانفلات الذهني بالذات، ودي طبعا في المستوى دوت صعب جدا مع غياب بعض العناصر الخط الخلفي. طبعا شكرا جزيلا. بالنسبة إلي رجل المباراة ليس هو الأهم، لأن القتال الذي خضنا اليوم والروح التي تحلينا بها هي الأهم، وروح القتال التي أظهرنا من خلالها أننا أبطال عظماء حيث قاتلنا طوال الوقت كأبطال. لم نبدأ المباراة اليوم بشكل جيد، خاصة في الجانب الهجومي حيث كانت حالة من العصبية كنا نخسر من خلالها الكرة، ولكن في خط الدفاع كنا أقوياء منذ الدقيقة الأولى، وبعد أن تحسن أداء الفريق نشط الهجوم وتطور أداؤه بشكل رائع، ومع استمرار قوة الدفاع وتطور الشق الهجومي استطعنا الفوز في النهاية. بالنسبة إلي المباراة القادمة لدينا راحة اليوم وغدا، وبعدها سنلتقي بالخصم التالي. الحمد لله رب العالمين على الفوز هذا. هذا الهدف اللي سطرناه الهدف الرئيسي اللي سطرناه تأهل كأس العالم، الحمد لله وفقنا الله. الفريق راه في نسق تصاعدي مع الرغم يعني فيه إصابات بعض اللاعبين، حتى الفريق اللاعبين الآخرين كانوا حاضرين وكانوا مدوا مردود إيجابي. الحمد لله فزنا بالمباراة هذه وحققنا واحد من الأهداف تاعنا وتأهل كأس العالم مبكرا. صح الماتش ما كانش سهل، خاصة في الشوط الأول وين دخلنا كنا متوترين، وهذا راجع للضغط القيمة تاع المباراة. الحمد لله الشوط الثاني عرفنا كيفاش نعاودوا نرجعوا للأنفاس تاعنا ونشتغل على الأخطاء تاعنا. الحمد لله شفتوا الفارق مع نهاية الشوط الثاني وفزنا بالمقابلة بأريحية. إن شاء الله تنتظرنا مقابلة قوية ضد منتخب كافردي وإن شاء الله نكون واجدين. طبعا اداء اللعيبه في الماتش النهارده، وان الماتش بتاع النهارده ما كانش سهل، كان صعب شويه، واحنا قدرنا نستغل نقاط ضعف الفريق المخاصم، والهجوم كان صعب، لكن احنا كنا بنعمل تشكيله كويسه جدا، وكان كل لاعب بنستغل كل لاعب في مكانه الكويس، وبرضه احنا بنركز جدا على مواجهه الجابون بكره علشان نوصل لكاس الرئيس، وده اكتر شيء يهمنا. طبعا احنا ما تأهلناش واحنا وصلنا لكاس الرئيس، لكن ده بيدل على ان مصر وراس الاخضر وغيرها من الفرق طبعا اتأهلت، واحنا ما نقدرش نفارق نواجه فريق قوي زي مصر، لكن احنا ما زلنا بالمنافسه والبطوله مستمره، واحنا بنسعى ان احنا نوصل لكاس الرئيس وهنواجه الجابون بشكل كويس. انتصار مقنع، انتصار اداء هجوميا ودفاعيا. الحمد لله الانتصار كان من صالح المنتخب التونسي. الهدف اللي جينا على خاطر وصلنا له نصف نهائي كاس افريقيا ترشح كاس العالم، تو الاصعب باش يبدا اليوم. نصف نهائي ضد المنتخب المنظم، منتخب المصري منتخب كبير عنده تقاليده، وكيف كيف المنتخب التونسي منتخب كبير عندنا تقاليد كبيره. اثبتنا في الماضي ان نجم نربح المنتخب المصري في مصر بالذات وفي القاعه هذه الكبيره. ان شاء الله اللي يلعب خير يربح، وان شاء الله يكون نصف نهائي في قيمة الحدث. طيب لو بصينا كده على منتخبات الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي في البطولة الأفريقية لكرة اليد، هنلاقي إن الأربع منتخبات تصدروا مجموعاتهم، وهم الرأس الأخضر أو كاب فيردي متصدر المجموعة الأولى، منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية، منتخب الجزائر تصدر المجموعة الثالثة، ومنتخب تونس اللي تصدر المجموعة الرابعة. الأربع فرق بالعلامة الكاملة، يعني هم أفضل أربع فرق أو أربع منتخبات بالنتائج في البطولة حتى الآن، وتأهلهم للدور نصف النهائي طبعا ده طبيعي جدا. ولو استعرضنا حتى كده مسيرة الأربع منتخبات في البطولة، هنبتدي بمواجهات كده إيه الرأس الأخضر والجزائر. عندنا كده الرأس الأخضر المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، زي ما حضراتكم شايفين عدد الأهداف له 157 هدف عليه 84 هدف، ده بالنسبة لمنتخب كاب فيردي.
والرأس الأخضر في دور المجموعات كان فازوا على رواندا 52-27، على الرأس الأخضر طبعا مع زامبيا فازوا عليهم 45-13، فازوا على كونغو الديمقراطية 29-22، وإلى دور الثمانية ثم فوز على المغرب بنتيجة 31-22. ده منتخب الرأس الأخضر، المنتخب القادم بقوة، منتخب اللي بيتطور بقوة، ومعطيات تطور المنتخب ده موجودة، اللي هي معظم اللاعبين بتوع الرأس الأخضر دول من هم صغيرين بيروحوا البرتغال، لأن طبعا الرأس الأخضر مستعمرة برتغالية. حتى الناس بتسأل إيه الرأس الأخضر طلعت فجأة في الرياضة سواء في الكورة أو في الهاندبول، هقول لك إن حضراتك هم معاهم باسبورات برتغالية. الاتحادات عندهم بتسمح بالاحتراف في أي فئة، سواء شباب ناشئين أندية درجة تانية درجة تالتة، بيكتسبوا الخبرة من خلال أوروبا، وده بيكون النتاج إن هو بيبقى عنده منتخب قوي وكل سنة بيتطور. نفكر حضراتكم إن الرأس الأخضر كانت معانا في نهائي البطولة اللي فاتت، وصلت نهائي البطولة اللي فاتت، كانت الحصان الأسود اللي بيقولوا عليه، وممكن توصل لنهائي البطولة دي، كل شيء جايز، ولكن كل التمنيات بالتوفيق للمنتخبات العربية، وأذكر المنتخبات العربية بنتكلم اللي وصلت طبعا نص نهائي، وإن شاء الله كل التوفيق للمغرب إن شاء الله في يعني مرحلة التأهل لكأس العالم 2025. ده اللي احنا بنتكلم فيه، تطور في أفريقيا شغال يعني على أعلى مستوى. كرة اليد في الرأس الأخضر بدأنا نشوف في خطورة، ممكن مش في السنين اللي جاية، ولكن التطور ده يبقى لازم يكون في تطور مقابل ليه، وهتكون مباراة الرأس الأخضر والجزائر مباراة قوية جدا. الجزائر برضو اللي بيقدم بطولة جيدة حتى الآن، ومواجهة الرأس الأخضر تقريبا هي أصعب مباراة للجزائر إلى الآن في البطولة. منتخب الجزائر اللي كان تصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات، شهدت الفوز على الجابون 31-27، ثم الفوز على ليبيا 34-19، ثم الفوز على المغرب 30-23، ونجح منتخب الجزائر في دور الثمانية في الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36-23، وسجل خلال المباريات الأربعة اللي خاضهم منتخب الجزائر 131 هدف، وتلقت شباكه 92 هدف. منتخب الجزائر من مسيرته لعب وفي مسيرته لعب مباريات متوسطة مع منتخبات ممكن تكون متوسطة، ومفيش منه منتخبات تقيلة شوية، ولكن اللي جاي هو المباراة الفاصلة والقوية. يعني منتخب الجزائر كان مع المغرب مباراة كانت يعني شوية يعني هيد تو هيد زي ما بنقول، وكانت انتهت في الآخر ب7 أهداف فارق لصالح الجزائر في ختام مباريات المجموعة. مباراة دور الثمانية قدام الكونغو كان في فارق في مستوى كبير جدا لصالح الجزائر، وده اللي أظهر تطور منتخب الجزائر وبداية خط العودة لمنتخب الجزائر، لأن منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب قوي، منتخب بيلعب لعب كأس عالم، لعب قدام الدنمارك، منتخب بيتطور بشكل كبير. هي دي بقى الفكرة، فكرة العودة مرة تانية. مباريات كان في نسبة تسجيل عالية في مرمى الجزائر، وهيواجه في الدور قبل النهائي منتخب الجزائر منتخب الرأس الأخضر، ودي هتكون نقطة فصل. من يعني توفيق والفوز لمنتخب الجزائر المنتخب العربي الشقيق ان شاء الله باذن الله، ويحقق نتائج كبيره في البطوله ونشوفه في النهائي ان شاء الله. وجهه نظري مباراه صعبه، الجزائر والرأس الأخضر هتكون مباراه قويه ممتعه للوصول للنهائي. خلاص الجزائر ضمنت تذكره التاهل لبطوله العالم، ولكن كل الفرق اللي جايه بتسعى للتاهل لباريس، وعشان تتاهل لباريس لازم تكون رقم واحد، لازم تكون حامل اللقب. هتقول لي اقول لك مصر ان شاء الله، ما ماليش خيار تاني. مباراه نصف النهائي التاني بقى، احنا كده اتكلمنا عن نصف النهائي الاول، مباراه نصف النهائي التاني هتتلعب طبعا القمه الافريقيه زي ما كنا بنقول، الديربي الكلاسيكو، مصر صاحبه 8 ألقاب وحامل اللقب في اخر نسختين، ومنتخب تونس صاحب 10 ألقاب واللي عايز يحقق اللقب برضو، عايز يتاهل لاولمبياد باريس لحق مشروع، ومباراة طبعا مش هتكون سهلة. والتاريخ بيقول ان مهما كانت البطولة، مهما كان مستوى تونس في البطولة، مصر وتونس مباراة في حتة تانية. اتكلم بصراحة، يعني
ده البطوله اللي فاتت كان معظم الخبراء بيقول لك تونس مش في المستوى في اول مباريات وفي دور المجموعات ولحد الوصول للنص النهائي بنفس السيناريو، تونس ما كانتش في المستوى، بس جت قدامك انت كسبان فرق جونين بالعافيه. ليه؟ لان هي جزء سيكولوجي كبير. مصر وتونس دايما فرقتين بيلعبوا هاندبول حلو، بيلعبوا هاندبول حلو، اخطاء قليله، منتخبين عندهم طموح لتسيد القاره، كل واحد حقه. وحاليا في افريقيا تونس مصر هم الطب. طيب هنبص على مشوار منتخبنا في المجموعه الثانيه اللي كان بدا بالفوز على منتخب غينيا 33-15، بعدها الفوز على الكونغو برازافيل 34-19، ثم الفوز على منتخب الكاميرون 35-16، وفي دور الثمانيه الفوز على انجولا 37-25، ومنتخب انجولا الوحيد اللي عدى حاجز 19 هدف مع مصر في الثلاث مباريات حتى اللي قبلهم. طيب منتخبنا احرز 139 هدف وتلقى شباكه 75 هدف كافضل دفاع في البطوله الى الان. منتخبنا في البطوله دي حتى الان ثالث اقوى هجوم في البطوله. اول هجوم طبعا هو تونس، دوم مباراه فازوا 59، بعدها الراس الاخضر، ومنتخب مصر في المركز الثاني كاقوى هجوم. طيب هتقول لي ليه ده احنا يعني المفروض احنا، هقول لك باستور بيلعب بخطه حلوه. الخطه اللي لعب بيها في الاربع ماتشات اللي فاتوا باختصار كده زي ما بيقولوا الانجليز، نو كونتاكت ايزي جول، ما تعملش مشاكل في الالتحامات وهات جول سهل. وده كان خطه باروندو عشان ما يحصلش فيه اصابات، عشان خاطر لعيبتنا يوصلوا للدور نص النهائي والنهائي يعني بدون اصابات وبدون مشاكل. طيب هنروح لمنتخب تونس ونشوف مشواره في البطوله حتى الان كان عامل ازاي، خصوصا انهم طبعا اقوى هجوم في البطوله بعد ما احرزوا 165 هدف في اربع مباريات وتلقت شباكهم 91 هدف، وتصدروا المجموعه الرابعه في البطوله بالفوز اول مباراه على كينيا 59-18، وبعدين فوز 36-19 على نيجيريا، ثم الفوز على انجولا 33-30، ودي كانت مباراه قويه جدا. في دور الثمانيه فازوا على غينيا 37-24. منتخب مشوار قوي لمنتخب تونس، ولو بصينا على مشوار مصر وتونس هنلاقي منتخب تونس اقوى هجوميا او تسجيل اهداف اعلى 165 هدف، ومنتخب مصر اقوى دفاعيا، واكبر نتيجه اتحققت كانت لمنتخب تونس لما احرز 59 هدف زي ما كنا بنتكلم مع منتخب كينيا. وفارق او الفارق وصل 41 هدف، نتيجه طبعا كانت كبيره على منتخب كينيا. وحتى المنافس منافسه ما بين المنتخبين هتلاقي ان الامور قريبه، ولكن في ميزه دلوقتي في منتخب تونس اللي بدا يعد منتخب من صغار السن، يعني في احلال وتجديد في منتخب تونس. طيب في منتخب غينيا مثلا اتواجه مع مصر، مصر فازت 33-15 وتونس فازت على غينيا 37-24، ده برضو نقطة. يعني منتخب غينيا نجح ان هو يوصل مرمى تونس كتير وسجل وعدى 20 هدف. نفس الامر في مواجهة انجولا، منتخبنا نجح في الفوز بنتيجة اكبر من تونس على انجولا، فوزنا 37-25 وتونس كانت فازت على انجولا 33-30. المباراة كانت صعبة فعلا، وكانت هيد تو هيد، شوط اولاني كانت يعني انجولا كانت عامله شغل جامد، ولكن عوده لاعبي تونس بذكاء شمال افريقيا في التنفيذ تفرق. بعدوا عن الباور شويه، عن القوه، عن الالتحامات، وبداوا يلعبوا هاندبول سهل. دي لغه الارقام سريعا، ولكن على ارض الواقع مباراه مصر وتونس مباراه يعني الكبار، مباراه ليست سهله. الجمهور اللي بيتابع هاندبول او بيتابع مصر او بيشجع مصر، النغمه اللي كانت دايره على السوشيال ميديا بان احنا البطوله بتاعتنا سهله وسهله وسهله، فده مش صح. الجمهور لازم يكون في الملعب ورا رجاله منتخب مصر، ده دعوه مني، لازم نكون ورا رجالتنا. هم عودونا ان هم ابطال، هم عودونا ان هم بيكسبوا اي حد، عودونا ان هم بيرفعوا راسنا. ولكن هديك مثال صغير، السيد الجمهور الكريم اللي بيقول البطوله سهله وان البطوله احنا ناخدها خلاص فملناش لازمه ان احنا نروح الاستاد ونشجع، لا، محتاجينك تشجع، محتاجينك بعالم مصر تقف ورا اولادك، محتاجينك منتخب مصر ده اللي بيصنع لنا الفرحه والسعاده واللي يعني بنتنفس منه الراحه.
منتخب كرة اليد ده هو المسكن لآلام الرياضة المصرية في الألعاب الجماعية. كلمتين من قلبي كده. هو فيتامين الأعصاب الهادية اللي بتضخ للشعب المصري في الألعاب الجماعية. اللي بيخليك ريلاكس ومبسوط وفرحان. منتخب كرة اليد ده هو البلسم الشافي والمداوي لكل جراحات الألعاب الجماعية في مصر. كلمتين وأجر على الله. فمحتاجين جمهور مصر كله يقف ورا منتخب مصر في الدور نص النهائي قدام تونس إن شاء الله، ولما نوصل الدور النهائي سواء مع الجزائر أو الرأس الأخضر. مباريات تونس ليست بالسهلة. مباراة منتخب مصر أمام تونس، مهما كانت تونس مش في المستوى، مهما كانت الأرقام، مهما كل الأرقام اللي قلتها لحضراتكم دي هتترمي على الخط قبل الدخول للملعب. الدخول للملعب بأضلاعه وهو الجهاز الفني، اللاعبين، والعنصر الأهم السيد الجمهور الكريم اللي هيكون في مدرجات بيشحن همة لاعبينا. لولا تواجدكم في مباراة تونس ومصر في البطولة اللي فاتت كانت الأمور ممكن تختلف. صدقوني انتوا اللي بتصنعوا الحدث، جمهور مصر العظيم اللي بيصنع الحدث ورا ولادكم. لازم نكون ورا ولادكم والمنتخب الناجح الجميل اللي بيفرحنا بكل أريحية. الدواء لكل الأوجاع منتخب كرة اليد. منتخب بيحمل عدد من النجوم الكبار في أنديتهم الأوروبية، واللي منهم حصل على دوري أبطال أوروبا، واللي منهم عمل أرقام ستخلد في التاريخ. منتخب كرة اليد عندنا مثلا حراسة المرمى عندنا إلى الآن كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار. طيار ومحمد علي ألمانيا وإسبانيا محترفين، والثلاثة قدامهم دفاع منتخب مصر الأفضل في البطولة إلى الآن، واللي هيواجه أقوى هجوم منتخب تونس. فلازم نكون موجودين ورا أولادنا، لازم نكون ورا منتخب مصر. منتخب مصر ماشي بخطة هادية. خوان كارلوس باستور مدرب رايق بصراحة، أنا هسميه الثورو اسبانيول، الثعلب الإسباني. الراجل بيلعب هاندبول سهل جدا. الراجل قدامكم ده، الراجل ده من يعني بلغتنا في مصر كده شيخ المدربين في اسبانيا. ده كان شيخ، ده كان مدرب باروندو اللي كان ماسك منتخب مصر، وده مدرب ديفيد ديفيز اللي كان ماسك منتخب مصر وماسك النادي الاهلي حاليا. شيخ المدربين بتوع اسبانيا، المدرسه الاسبانيه السهله، الدفاع القوي، خلص على الجون من غير وجع دماغ، من غير كونتاك، ما حدش يلمسك، احافظ على لعيبتي واكسب بايادي سهله. مدير الفني ده بيعمل روتيشن ما بين اللاعبين عشان الكل يشارك والكل ياخد الاسبقيه وياخد الخبره الكبيره برضه. وعندنا عناصر خبره، يحيى خالد برغم صغر سنه عنصر خبره، ده رايح بي اس جي، رايح باريس سان جيرمان. يحيى خالد طبعا نجم فيسبريم، يحيى الدرع نجم فيسبريم، ابراهيم المصري نجم الاهلي، ممدوح هاشم، دينامو بوخارست، احمد عادل نجم الاهلي، علي زين محترف الكبير اللي لعب مع برشلونه وخد دوري ابطال اوروبا، ممدوح هاشم برضه خد دوري ابطال اوروبا. والعناصر الشابه اللي اتطورت بشكل رهيب ما شاء الله، سيف الدرع، حسن قداح، سيسا. منتخب مصر عندنا نجوم يعني حدث ولا حرج. المثال الصغير بقى اللي كنت عايز اقول لحضراتكم عليه للسيد الجمهور، مثال صغير. منتخب الدنمارك لما بعت لنا الدعوه لمصر من 15 شهر علشان نشارك معاهم في الدوري الذهبي، تمام، جت مباراه الدنمارك ومصر. منتخب الدنمارك بطل العالم، البطل الاولمبي الذي يحمل افضل لاعبين في العالم واغلى لاعبين في العالم. منتخب الدنمارك شحن الجمهور الدنماركي علشان مباراه مصر، مش عشان مباراه هولندا ولا النرويج. تخيلوا الصاله بتتكلم في 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 عدد مهول، مفيش كرسي فاضي، لانك هتقابل منتخب مصر. الدنمارك عارفه يعني ايه منتخب مصر. السويد بعتت لنا دعوه، مش عارف مين بعت، احنا اخترنا الدنمارك مع النرويج مع هولندا.
شوف الجمهور الدنماركي ولا كانه بيلعب نهائي على نهائي بطوله عالم، لانه عارف قيمه منتخب مصر ولاعبين منتخب مصر كويس جدا. دي بطوله وديه، مفيش لقب ولا مفيش شهاده، مفيش ميداليه صفيح. فتخيل انت بتلعب على نص نهائي بطوله افريقيا، وهتلعب نهائي افريقيا ان شاء الله، وبتدافع عن اللقب عشان يبقى عندك ثلاث نسخ من بطوله افريقيا متتاليه، والجمهور يقول لك دي بطوله سهله. مفيش حاجه اسمها سهله. رجاء رجاء من حضراتكم والله بجد، رجاء منتخب كره اليد يستحق مننا ان احنا يعني نمشيله ونروح له. استاد القاهره مش بعيد، استاد القاهره مش بعيد، نروح لمنتخب كره اليد. هتروح تشجع وهتروح مبسوط وهتخرج مبسوط، هتروح تشجع رجاله هيفرحوك، وهتخرج مبتسم ومبسوط، مش اعصابك محروق، لا هتطلع مبسوط. دول صناع السعاده، بلسم، دواء بصراحه، علاج للاعصاب في الرياضه منتخب كره اليد ده. لقاء منتخب تونس ولقاء القمه مع منتخب مصر. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع تاني. الحمد لله طبعا على المكسب، كانت مباراه مهمه ان احنا نحط ايدينا على شويه حاجات فنيه كده في الماتش، وندي وقت اطول للعيبه، كانت في لعيبه محتاجه تاخد وقت شويه اطول شويه في الملعب ونريح لعيبه. فالحمد لله خرجنا من الماتش يعني ما خرجش 100% زي ما احنا عايزين، بس الحمد لله يعني بنسبه كبيره راضيين عن الاداء وراضيين عن النتيجه. دلوقتي اللعيبه بتعمل ريكفري، خلصنا قفلنا الماتش واللعيبه بتعمل ريكفري دلوقتي، ونرجع بنبدا نشتغل دلوقتي الفيديوهات بتاعه المباراه، واحنا اوريدي مجهزين نفسنا الحمد لله بشكل كويس، ونبدا نشتغل ان شاء الله على المباراه القادمه باذن الله. الله يبارك فيك. طبعا الحمد لله بحب اشكر فريقي وبشكر الجمهور طبعا وبهدلهم المكسب دوت، وان شاء الله اللي جاي احسن. احنا محضرين الماتش ده من بدري جدا، وانا شايف ان الناس ماشيه كويس جدا والناس مركزه، دخلت اجواء البطوله، وان شاء الله ربنا يكرم. النهارده هنعمل ريكفري كويس قوي، ومن بكره نبدا نحضر ماتش تونس زي الطبيعي جدا بتاعنا في اي ماتش، بس ده ماتش سبيشال شويه، احنا محضرين له من بدري وهنبدا نكمل على من بكره ان شاء الله. مستنيين الجمهور طبعا في الصاله، دي اهم رساله. احنا يعني بالجمهور الموضوع بيفرق مع اللعيبه جدا، الحماس بيزيد، الناس بتبقى عندها روح مش طبيعيه. احنا عاوزين نكسب عشان عاوزين نفرح الجمهور كله. طبعا الجمهور لما كانت افريقيا اللي فاتت كانت في مصر، الجمهور ده فرق معانا جدا، وطبعا الناس شافت الاجواء كانت عامله ازاي، بيفرق طبعا مع اللعيبه جدا. فاحنا مستنيين لهم ان شاء الله في الماتش السيمي فاينل. لا المباراه قويه، فريق انجولا فريق قوي جدا، وكنا لازم نستعد له، احنا استعدينا الحمد لله بشكل كويس. والماتش في الاول كان ماشي جون بجون لحد ما ابتدينا هم يتعبوا شويه واحنا نركز اكتر، وفرقنا واحده واحده الحمد لله. يعني ان شاء الله ان شاء الله كل ماتش بيبقى ليه يعني ده تركيزه وليه اهميته. الماتش اللي جاي طبعا اهم ماتش في البطوله، واحنا ان شاء الله هنلاعب منتخب تونس، ف ماتش مهم قوي وصعب جدا. يعني وجودهم شيء بيدي دافع ودعم كبير قوي للعيبه كلها، ده كلام الشعارات بس الكلام ده بجد. احنا وهم موجودين بيبقى في بيبقى عايزين نكسب، وبيبقى عايزين ان احنا ما نمشيهمش متضايقين، فعايزينهم الماتش الجاي وعايزين نفسنا يعني الاستاد يبقى كله مملي. يعني الماتشات اللي فاتت ما كانتش الناس موجوده بشكل كبير، بس نفسنا الماتش الجاي عشان ماتش مهم قوي، ماتش مهم قوي، وماتش هو ان شاء الله يعني لو كسبنا بنسبه كبيره ان شاء الله ان شاء الله يعني هنبقى يعني في الفاينل برضو، اكيد هيبقى ماتش جامد، بس يعني بيبقى خطوه مؤهله للفاينل والاولمبياد وكل حاجه، فان شاء الله يعني يبقى موجودين. يعني الحمد لله ربنا غرمنا في ماتش النهارده. لا فرقه انجولا فرقه محترمه جدا، فرقه كويسه عندها هاند بول، عملوا ماتش كويس جدا قدام تونس، فده خلانا ان احنا نركز اكتر، ان احنا نلعب الماتش جامد من اوله عشان ما يرخموش علينا، عشان عايزين نعمل روتيشن برضو عشان نبقى كل اللعيبه جاهزه وفايقه الماتش الجاي اللي هو ماتش تونس. ماتش تونس طبعا معروف ان يعني مصر وتونس ان هم احسن فرقتين في افريقيا، فلا ماتش مش هيبقى سهل. كل اللي احنا عايزينه بس عايزين الصاله كلها تبقى مليانه، وعايزين الجمهور يبقى على طول معانا. احنا استعدنا ولسه هنستعد نتفرج على فيديوهات تاني، بنتفرج بقالنا اكتر من اسبوعين او ثلاثه بنتفرج عليهم عشان بنحضر لهم، وان شاء الله خير. يعني
وبمناسبة كرة اليد ومنتخب مصر لكرة اليد، عندما تفتح كتب الأساطير ستجد صفحة تخلد وتتحدث عن كل أسطورة، ولكن عندما تنفذ زخائر الكلمات وأوراق الكتب عن وصفه فإنه سيبقى مخلدا في ذاكرة كل الأجيال التي عصرته وحتى الأجيال التي لم تراه. إنه ذا ريد، لغوج، لاروخا، إنه الأسطورة أحمد الأحمر. سؤال حلقة النهاردة: ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر وتونس في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، ومن هو اللاعب الذي تتوقع تألقه في المباراة؟ هنشوف كده توقعات حضراتكم. سامي علي بيقول: أتوقع لقاء قمة الإثارة والمتعة بين الكبيرين مصر وتونس، هو نهائي مبكر للبطولة، كما توقع فوز منتخب مصر إن شاء الله بنتيجة 29-27 وتألق جميع لاعبي منتخبنا الأبطال وعلى رأسهم يحيى خالد والحارس العظيم أحد أفضل اللاعبين في البطولة كريم هنداوي. شكرا يا سامح. عاطف عزيز بيقول: مساء الفل عليك كابتن إبراهيم، أتوقع الفوز للمنتخب المصري في ظل أداء رائع ومستوى مميز ظهر بين نجوم المنتخب المصري من أول بطولة شكرا يا عاطف. مليحة حسين بتقول: أظن المنتخب المصري سيمر الدور النهائي بحكم القوة التي يتمتع بها لاعبوه والبنية المورفولوجية طبعا، يا سلام، وحتى الدعم الجماهيري له كلمته في هذه المباراة وحتى في الدورة بأكملها. أخوكم من الجزائر، وإن شاء الله النهائي بين مصر والجزائر. شكرا شكرا لجمهور الجزائر العظيم. محمد عبد المحسن: مساء الخير يا كابتن إبراهيم، إن شاء الله يا رب النصر المصري غدا على تونس ونتيجة مرضية، اللاعبين جميعهم أبطال ومتألقين وصعب المفاضلة بينهم، ولكني أتمنى أحمد عادل لاعب الدائرة لتكليل جهوده وتألقه في المباريات السابقة وحتى في الوديات مع ألمانيا والدنمارك والنرويج وهولندا. تحياتي لطاقم هذا البرنامج المميز ومتابعي. شكرا يا محمد. أحمد عادل كمان كان خد MVP في آخر مباراة أمام أنجولا، 7 من 7 ما شاء الله. محمد رمضان السيد الخطيب بيقول: مساء الخير عليك كابتن إبراهيم، إن شاء الله الفوز لمنتخب مصر على منتخب تونس بنتيجة جيدة وكل اللاعبين جميعهم أبطال ومتألقين، وكل التوفيق لأبطال مصر في المباراة. شكرا يا محمد، شكرا لكل المتابعين، شكرا على ردودكم ودعمكم للمنتخب. تعالوا نتعرف على عناوين أخبار حلقتنا النهاردة. اعتزال فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال البارالمبي. منافسات قوية في بطولة مصر الدولية لريش الطائرة البارالمبية. منتخب الجمباز يواصل استعداداته لكأس العالم مصر 2024. منتخب الكاراتيه في فرنسا للمشاركة في بطولة البريمير ليج. منتخب الطائرة يواصل استعداداته لتصفيات دورة الألعاب الإفريقية. مواجهات نارية في الجولة الرابعة بدوري سوبر السلة.
زفريف يهزم الكراز ويتأهل لنصف نهائي استراليا المفتوحة للتنس. الصينية تشين كين وين تكتب التاريخ في استراليا المفتوحة للتنس. دي كانت العناوين. فاصل قصير ونعود للتفاصيل. نستأذنكم لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. هنبدأ تفاصيل أخبار حلقتنا النهاردة من إعلان أسطورة رفع الأثقال البارالمبي فاطمة عمر الاعتزال نهائيا بعد 31 عام من العطاء والنجاحات والإنجازات والأرقام القياسية والبطولات، أبرزهم 6 ميداليات في دورات الألعاب البارالمبية، 4 ميداليات ذهبية في سيدني وأثينا وبكين ولندن، وميداليتين فضيتين كانوا في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، بخلاف العديد والعديد من الميداليات الذهبية في بطولات أفريقيا والعالم، وأكثر من مرة أفضل لاعبة في العالم. تاريخ كبير لأسطورة رفع الأثقال فاطمة عمر، إنجازات كبيرة في تاريخ مصر في رفع الأثقال البارالمبي. خبر اعتزالها النهاردة أكيد كان محزن لينا، ولكن لكل بداية نهاية، فهنا يبكي الحديد لفراق الأسطورة. وهي معانا على الهاتف دلوقتي أسطورة مصر والعالم والألعاب الأولمبية البطلة فاطمة عمر. ازيك كابتن؟ ازيك إبراهيم؟ يعني أنا ما بطلتش من امبارح دموع وخلتني دمعت تاني. كابتن فاطمة، والله احنا يعني احنا واحد من الناس، أنا من عشاق فاطمة عمر، اللي بتحول الحديد لذهب على طول، اللي دايما رفع علم مصر وبتسمعنا النشيد الوطني. سر قرار الاعتزال؟ احب احتفظ بالناس. طيب في حاجه كابتن، في حاجه معينه ولو مش عايزه تقوليها انا احنا معاكي، يعني احنا بنقدر ونحترم قرارك. انا مشيت على خطى الاسطوره الخطيب والاسطوره ابو تريكه، حبيت اطلع يعني وانا في مجدي وفي عزي، عشان انا دايما الناس تفتكرني اني يعني الحمد لله انا عمري ما اتخلفت جوه بلدي ولا بره بلدي. فانا حابه الناس تبقى اخر حاجه عارفاها عن الاسطوره فاطمه عمر ان هي كانت حاجه يعني الحمد لله يعني ابتدت ناجحه ونهت ناجحه. فالحمد لله انا شايفه ان ده الوقت المناسب للاعتزال يعني. طب كابتن، كان ممكن القرار يتأجل شويه بعد يعني بعد اولمبياد باريس على الاقل ولا خلاص؟ كان ممكن، بس الخيره في ما اختاره الله. طيب اكيد في تكريم من اللجنه البارالمبيه، في تكريم من وزاره الشباب والرياضه، في تكريم اكيد من الدوله المصريه للاسطوره فاطمه عمر، واحنا هنحاول بقدر الامكان احنا برضو نكرمك. يعني الكلمات لا تكفي عن تكريمك والله بجد لما قدمتيه لمصر من انجازات، ورفعت علم مصر مش بسهوله، وانت من رفع علم مصر يعني بشكل يشرف دايما في دورات الالعاب الاولمبيه. هل في تكريم معين هيحصل؟ والله انا لحد دلوقتي يعني انا ما اتكلمتش مع حد في اي حاجه، ويعني طبعا كل اللي بتمناه ان انا بعد 31 سنه حافظت على اسم مصر عالي. مستنيه اشوف تكريم بلدي هيبقى ليا ازاي، شكله ايه. بس واحنا يعني من مكاننا هنا بنتمنى ان شاء الله يكون في تكريم يليق بالمسيره الجباره، المسيره العملاقه، المسيره التي لم تحققها ولم يحققها اي لاعب بارالمبي في مصر، بطلتنا الكبيره فاطمه عمر. طيب في حد اعترض على الاعتزال وفي حد ايد الاعتزال؟ كان في بعض الاعتراضات على الاعتزال ولا
كان كله مؤيد، كل محبين فاطمة عمر كانوا معترضين على الاعتزال، وفي ناس كانت بتأيد برضو الاعتزال. يعني دايما الموضوع بيبقى ليه مؤيد ومعارض، بس انا خلاص يعني انا خدت القرار ومش اخدته من امبارح، بس انا بقالي فترة يعني بفكر فيه لحد ما الحمد لله يعني انا خلاص انا خدته امبارح ومفهوش رجعه، يعني انا مش هرجع فيه تاني يعني. طيب كابتن فاطمة، يعني اخيرا، ممكن في يعني بعض الرياضيين او كثير من الرياضيين الاساطير لما نيجي نسأله عن سبب الاعتزال يقول لك خلاص الجسم مش قادر ينفذ اللي المخ بيأمره بيه، فأقول ستوب لحد هنا وانا هنهي حياتي زي ما بدأتها بطل، هل ده سبب من الاسباب؟ مش هضحك عليك واقول لك لا، يعني هو الكلام زي ما حضرتك بتقول. لا الحمد لله، يعني انا مش مبطله وانا اوف خالص، لا انا الحمد لله انا في اخر بطوله عامله ذهب افريقيا وعامله ذهب جمهوريه وعامله رقم كويس، ولكن الاصابه وقفتني شويه، ويمكن الوقت كمان ما كانش مساعد ان انا يعني اتعالج من الاصابه وارجع تاني، يعني يمكن انا بدات اتعالج متاخر يعني. كابتن فاطمه، هو ربنا دي إرادة ربنا في الأول وفي الآخر، ونعم بالله. وكابتن فاطمة عمر بصراحة يعني ستبقين في قلوب كل المصريين دايما، اسمك يعني لن ينسى في تاريخ مصر ولن ينسى في تاريخ الرياضة البارالمبية، مش على مستوى مصر بس ولكن على مستوى حتى اللجنة البارالمبية الدولية والأولمبية إن شاء الله. يعني أنا أتمنى والله يعني أن يحصل أي حاجة تخلي اسمي موجود لأجيال بعد كده كتير، لأولادي والأحفادي، زي ما يعني كرموا البطل رفع الأثقال، يعني حاجة تتعمل باسم الناس كلها يعني تشوفها بعد كده تعرف يعني مين البطلة اللي عملت إنجازات لبلدنا، والحمد لله كانت على قد المسؤولية وكانت خير سفيرة بره. أنا أتمنى يعني إن شاء الله هيفضل اسمك كبير وهيفضل اسمك في ذاكرة كل محبين الرياضة البارالمبية والرياضة المصرية بوجه عام. بشكرك جدا الأسطورة فاطمة عمر، ونتمنى التكريم قوي لهذه البطلة بصراحة. كده خلصت تفاصيل أخبار ألعابنا الفردية، تعالوا نتعرف على تفاصيل أخبار ألعابنا الجماعية. أوه قوية أوي، أوه روعة كبيرة في غفلة دفاعية. ودي كرة حلوة قوي قوي، والهجوم الخاطف يا من كرة السلة، يوم الجمعة القادمة ستكون هناك مباريات نارية في الجولة الرابعة للدور الثاني لدوري السوبر لكرة السلة أو مرحلة تحديد المراكز، والتي تشهد منافسة بين 8 فرق، طبعا تحدد المراكز وتحدد مواجهات دور الثمانية، وبتقام بنظام البلاي أوف 5 مباريات وهيحدد فيها البطل. يوم الجمعة القادمة هتشهد مواجهات الاتحاد السكندري والزمالك في تمام الساعة 6 مساء، ومواجهة الأهلي والجزيرة في تمام الساعة 8 مساء، ومباريات قوية للغاية أعزائي المشاهدين. طبعا هيلعب سبورتينج مع المصرية للاتصالات، وهيلعب سموحة مع هيليوبلس في الساعة 6 مساء أيضا، ومباريات قوية علشان تحديد ترتيب المتنافسين زي ما كان موضح مع حضراتكم على الشاشة. كده خلصت تفاصيل أخبار حلقتنا النهاردة، هنطلع نستقبل ضيف حلقتنا النهاردة ونرجع تاني. يا
الحدث الأكبر في مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، المنتخب المصري في البحث عن اللقب الثالث على التوالي والنجمة التاسعة واللقب التاسع في مسيرة منتخب مصر. معنا مع حضراتكم كابتن خالد فتحي نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر السابق في حديث عن بطولة أفريقيا. كابتن خالد منور الدنيا. موجودك يا فندم، ونتمنى تكون الحلقة إن شاء الله مفيدة للمشاهدين وجمهور كرة اليد طبعا بصفة خاصة. إن شاء الله. هنبدأ كده من حضرتك كنت نائب مدير بطولة كأس العالم اللي كانت في مصر، بطولة العالم اللي كانت في مصر طبعا 2021. اختلاف التنظيم بطولة العالم عن بطولة أفريقيا؟ لا لا طبعا، تنظيم بطولة العالم ده حدث آخر، كان لها ظروف صعبة. كورونا ده هو أصلا تنظيم بطولة العالم طبعا عملية معقدة جدا، لأن كان أول مرة يجينا 32 فريق، لأن كانت البطولة قبل كده 24 أول مرة 32، وكان كمان في الكوفيد 19 الكورونا والكلام ده، فكان إجراءات صحية ويعني طبعا حضرتك لا تتخيل كمية الترتيبات اللي احنا عملناها قبل البطولة، وكان في اعتراضات من الفرق انها تيجي لا كانت ظروف قوية جدا، لكن الحمد لله ربنا وفقنا. طبعا الدولة المصرية طبعا امكانيات التنظيم ساعدتنا كتير جدا، ما تأخروش عنا في اي حاجة، قدرنا ندير الموضوع يعني رياضيا وصحيا وتعقيميا، وحاجة جامدة. فقاعة الاحترازية دي كانت جميلة جدا. لا اجراءات احترازية احنا اصلا حضرتك عملنا اجتماعات كبيرة جدا قبليها، وطلعنا زي دليل كامل لكل فرقة من قبل ما تيجي بتعمل ايه لغاية لما تمشي من عندنا ايه الاجراءات، من سلم الطيارة لسلم الطيارة، من سلم الطيارة من قبل سلم الطيارة لازم لازم يعملوا في بلدهم تيست الكوفيد تيست ويبعتوا لنا النتيجة بتاعته قبل ما يجوا. فلا يعني قصص كانت عبء طبعا التنظيم العادي بقى عموما يعني الفنادق والانتقالات، يعني كان بيجي لنا تفتيش من الاتحاد الدولي بيقيسوا بالستوب ووتش مسافه ما بين الفندق وما بين الاوتوبيس وما بين كذا، والملاعب وجاهزيه الملاعب. بعدين كان عندنا حاله زياده شويه، ان كان في صالات لاول مره بتقام عليها مباريات يعني صالات لم تجرب من قبل في اي بطوله. استخدمت كل الامكانيات اللي موجوده لانجاح هذه البطوله الحمد لله، يعني ربنا طبعا كان مجهود خرافي، يعني كناش بن 3 اشهر اللي قبل البطوله دي كانت ما فيش ما 24 ساعه يعني، ودي كان في شهادة من المنتخبات اللي شاركت كمان بان كانوا خايفين في منتخبات الدنمارك بالتحديد، كانوا كل الفرق كل الفرق وهي جايه كان عندها تخوف لان دي كانت اول بطوله عالميه تقام في هذه الظروف. مظبوط. من بعديها تشجعت بقى اليابان ونظمت طوكيو 2021 بلد ال 2020 عملتها، وعملوا نفس الاجراءات وخدوا ده، اتصلوا بينا وبعتوا ناس يشوفوا ايه اللي عملناه، لان كانت تجربه طبعا فريده يعني من نوعها انها تتم بالجراه دي وبالتحدي ده وبالعدد ده، فالحمد لله يعني. وده اللي احنا لازم نوضح للجمهور، بلدنا بلد عظيمه، بلد قويه، بلد لما تعوز تعمل حاجه بتعملها، وده اللي احنا شفناه في بطوله العالم. كان لازم اكلم كابتن خالد في الحته دي قبل ما نبدا كده تحليلنا العام لبطوله افريقيا ومشوار منتخبنا كده في دور المجموعات، وثلاث مباريات باريحيه، باستور مدرب كبير، مدرب زي ما كنا بنتكلم في الانترو عنده المدرسة الاسبانية، مش عايزين احتكاكات، احنا عايزين نكسب بسهولة، دفاع قوي وروتيشن دايما، اللعيبة الديسك عندنا او البنج هو نفس اللعيبة اللي موجودة في الملعب، نفس المستوى ونفس القوة، ادارة ممتازة من باستور، شايفها ازاي حضرتك؟ هو طبعا الدورات المجمعة لابد للمدير الفني يكون عنده استراتيجية في البطولة. تمام. في مباريات مش بتبقى بنفس القوة اللي هو هيقابلها، وفي مباريات لابد ان يجرب فيها خطط معينة ولعيبة معينة، فهما طبعا كان اكبر تحدي بالنسبة له عملية تدوير اللاعبين. تمام. في خلال الثلاث مباريات، لان هو هيلعب 6 مباريات في 10 ايام، وده موضوع يعني مش سهل، يعني الناس طبعا الناس ما بتبقاش واعية لهذا المجهود، لان كل اللعيبة عشان كل واحد ياخد عدد معين من الدقائق
عشان يقدر يكمل الست مباريات بنفس القوه. تمام. فده كان اول تحدي عنه، وقدر انا شايف ان هو يعني قدر ينجح فيه، قدر يريح لعيبه في مباريات تماما، وقدر يدخل لعيبه، وقدر اللعيبه اللي بتلعب يقدر يعمل الروتيشن بشكل مناسب جدا، بحيث يصل الى الخطوه اللي جايه دي واللعيبه كلها ما فقدتش كتير من حيويتها، لان ده موضوع اساسي يعني في تاني حاجه طبعا اللي هو الخطط والكلام ده، انت ما تقدرش تكشف كل ورقك او تشكيلات لعبك او كده، عشان طبعا الفرق الاخرى عندها محللين وفيديو بتتفرج وبتحلل وكده، فما بيقدرش يقدم كل حاجه، بحيث بيبقى عنده شويه حاجات للمباراه بقى النهائيه. حسيتها من باستور بصراحه. اه طبعا، لان بقول اللعيبه ما بص ما تطلعش اللي عندك، اعمل السيستم اللي بقول لك عليه بس. اه هو طبعا يعني اه ما تزودش. هو طبعا مدرب طبعا خبره وكبير وكوتش ممتاز، طبعا اكيد في تعليمات زي ما حضرتك بتقول ان اللعب على قد المباراه. تمام. لكن طبعا بيواجه اخطاء، بيواجه مشاكل في المباريات، فالفريق البطل اللي هو بيقدر يعمل ايه بقى؟ يقلل اخطائه ويتلافى عشان يقدر يوصل للمباراه النهائيه بشكل سلس. تمام. وده اللي احنا شفناه من باستوري الى الان يعني بصراحه. استغلال كل نجوم المنتخب، برضو اعطاء فرص للعيبه الصغيرين كمان، بدا يعني زي مازن رضا مثلا، طبعا مهاب سعيد ومحسن رمضان هم شاركوا طبعا بطوله العالم بعد اصابه خالد، وحتى بعد اعتزال احمد الاحمر المركز ده كان فيه طبعا كنا بنقول عندنا مشكله، لكن ما شاء الله طلع عملاقين محسن رمضان ومهاب سعيد. طبعا ماله مكانهم. لا لا طبعا اكيد. هو عموما كره اليد في مصر الحمد لله يعني فيها اجيال متعاقبه، وفي عنده ذخيره من فرق الشباب وفرق الناشئين، ويقدر يدفع الى الفريق الاول، مش لاعب ولا حاجه، يقدر يدفع عدد كبير من اللاعبين، لان احنا حتى عندنا فريق 2002 و2004 حاليا اعمارهم يعني تعتبر 21 سنه و22 سنه وبتاع، يلعب درجه اولى، يلعب ده عادي جدا يعني. فطبعا بالعكس ده انا كمان يعني بعد نهايه الاولمبياد شايف كمان انه المنتخب هيبتدي يدفع كمان بلعيب لعيبه صغيرين. وطبعا سياسه الاحتراف، متوسط عمر لعيبه المنتخب دلوقتي بدا يكبر، تكبر لو اتكلمنا بقى بالحسابات. بنتكلم في متوسط عمر 29 30. هو عموما ده صحيح، بس هو خلي بال حضرتك في كره اليد سن شويه يعني بيبقى متقبل ان اللعيبه خاصه المحترفين يعني. لان طبعا كل ما الخبره بتزيد والعمر اللعيب في الملعب بيزيد بيقدر يعمل عطاء. هو صحيح طبعا بيبقى محتاج سرعات كتير وجري كتير وكده، لكن انت ممكن تستفيد منه في مهام كتيره داخل الملعب طبعا. ما حدش يعني عشان اللعيب صغير يكتسبها بيقعد فتره طويله، فبالتالي حتى فريق الدنمارك وكده احنا بنتفرج، فريق فرنسا كده بيلعبوا كاراباديتش وهانسن وكده حتى الان، وبيقدموا مستويات متميزه. فانت لعيب كره اليد يقدر يلعب طبعا لسن كبير، ما بيبقاش فيه مشكله يعني. انا دايما عندي حته كده بقولها، لما يكون في لاعب عندي صف اول وحط له اتنين تلاته تحتيه، لو طبعاً بقى عنده 100 سنه هيفضل يأدي، هو عايز يفضل في مكانه. هو طبعا المنافسه بتصنع البطوله يعني طبعاً. كل ما يكون في منافسه في المكان بيبقى طبعا المستويات اعلى، ويبقى كل واحد مش ضامن مكانه، وكل واحد عاوز يحسن من ادائه عشان ما يطلعش الملعب وعشان يقدم مستواه. فطبعا اكيد المنافسه والبدايل كمان بتدي يعني حيويه للفريق يعني. كل ما انت بتبقى عندك مثلا عدد لعيبه معينه بتشكيلات معينه وخلاص، غير لو يكون عندك بدائل اكتر، لان يعني دي بترهق الفريق اللي قدامك طبعا وتقدر تقضي عليه. فده موضوع طبعا مهم جدا طبعا يعني. وحتى بناء الخطط للفريق المنتخب الثاني او الفريق الثاني بيختلف بالظبط طبعا. انا حتى قلتها كنا في الاسلوب التحليلي، قلت ان باروندو اربك حسابات التحليل للمنتخبات الثانيه. ما هو انت الروتيشن الكتير ده تمام، ما هو انت كمدرب بيبقى عشان تقدر تتغلب على الفريق الخصم بتقدر تغير استراتيجيه اللعب بتاعك من خلال الخطط المختلفه او تغيير الافراد.
لان ممكن لعيب مثلا بيجيد التصويب من الخارج، لعيب بيجيد اللعب واحد على واحد على الدايره. فانت مش شرط ان انت عشان تغير استراتيجية اللعب بتاعتك ان انت مثلا تاخد تايم اوت، لا تمام. هو ممكن تبديل معين يخلي الفرقة تبقى احسن، لان انت نزلت لعيب بيلعب بطريقة لعب مختلفة. عملها مع علي زين، تخيل يا كابتن ان علي زين تقريبا ما بيشوتش من على التسعة دلوقتي زي ما متعودين عليه، علي اختراقات بيخش من على الستة وعملها كويس قوي. هو طبعا اللعب الاسباني عموما ما تروش تصويب كتير من الخارج، مزبوط. لان هما بيقولوا نسب التصويب من الخارج مهما كان اي لعيب عنده قوة ما بتزيدش، فبيضيع كور كتير، لكن نسب التصويب من الدايرة اضمن واعلى. فكل ما انت بتعمل الخطط والتكتيك وتقرب بتبقى الكرة مضمونة اكتر. عجبني في باروندو كمان، طبعا المدرسة الاسبانية دفاع 6-0 دي المدرسة الاسبانية اللي احنا متعودين عليها، ولكن عجبني في باروندو في احد المباريات خصوصا مباراة انجولا، لما كان لاعب انجولا رقم 99 بالتحديد اللي كان بيشوط من على التسعة بيشوط من 12 بتكلم على باستور بقى باستور اوكي بتكلم على باستور تمام، انه كان يعني انا بتكلم عن باروندو كان بيخلي اللعيبه ملتزمه ب 6-0 مهما يحصل. في شوط من بره انا 6-0، ولكن باستور في المباريات اللي فاتت بدا يعمل 5-1، ودي غريبه على المدرسه الاسباني على لعيبه الشويطه عند الفرق الثانيه. هو عموما هما عموما في اسبانيا عندهم طريقتين للعب، 6-0 او 5-1 العالي. ال5-1 العالي بيلعبها وينج من الوينجين، ممكن الوينج رايت او الوينج ليفت بيقدر يلعب ال5-1 العالي. فدي الطريقتين ده ماتش انجولا دي الطريقتين اللي هما بيقدروا يلعبوا بيهم. والمنتخب عندنا بيجيد الطريقتين يعني، وده اللي عملوه حتى كمان يعني الاستفاده كمان للسرعات عندنا شويه كانت الحمد لله. يعني كنا منتخب انجولا منتخب ارتداداته سريعه جدا تمام، ده غير الباور اللي عندهم، غير البلوكس اللي بيعملوه في الديفنس كويس جدا، غير الاجسام والقوة البدنية اللي تعامل معاها في باستور بطريقة حلوة جدا بنفس السيستم اللي هو مشي بيه الثلاث مباريات الأولى. هو طبعا ده اللاعب اللي بتكلم عليه رقم 99. هو المشكلة اللي صادفته ان الثلاث مباريات الأولانيين كانوا طبعا مباريات سهلة جدا وكده، المباراة أنجولا أصعب شوية نوعا ما، فاللعيبة نفسها لما بتلعب يعني في مستويات سهلة وبعدين تيجي تنتقل إلى مستوى أعلى ثم إلى مستوى أعلى بيحصل لهم في الأول زي صدمات لغاية ما تغير نفسك وتعلي من أدائك. فده اللي حصل في ماتش أنجولا، في الأول كان فيه شوية صعوبة وبعدين ابتدت اللعيبة تعلي من أدائها وتغير طريقتها، بحيث انها كانت الاول واخده فاهم على رتم لعب في الثلاث ماتشات الاولين بطيء وسهل وكده، فهنا وهيحصل ده برضو ايه في ماتش تونس ان الاداء هيعلى وبالتالي هيعلوا من ادائهم ان شاء الله. ودي الفكره، حتى كل الثلاث مباريات الاولين في دور المجموعات كانت البدايه دايما احنا لسه ما دخلناش جو المباراه. ما هو ما هو ده طبيعي، لان خلي بال حضرتك اللعيبه بيبقى عليها عبء نفسي، لان هو من اول البطوله ما هي بتبتدي وهو دايما ذهنه تركيزه حاضر ان في ماتش بتاع تونس قبل النهائي. فعلى طول بيبقى واخد من تفكيره كتير، وهم حتى في الاستعدادات والفيديو والكلام ده ذهنيا تركيز في الماتش بتاع بكره ده اكتر من اي حاجه تانية. فلما بينزلوا الماتشات الاولانيه بيبقى يعني ذهنيا مش مركزين 100%، لان التركيز المطلوب منهم 100% اللي هو في ماتش بكره، فهو واخده منه كتير. عارف حضرتك زي مثلا في الكوره كده ما تبقى مثلا في ماتش اهلي والزمالك ولا بتاع فيه قبل ماتش، فانت قاعد مركز في الماتش ممكن تخسر في وده الجزء المنتال اللي انا يعني دايما بتكلم فيه في كل الرياضات، يعني جزء السيكولوجي او جزء المنتال. انا بحب دايما ان انت تكون خطوه بخطوه، ما تفكرش في حاجه غير لما توصل لها. ما هم اكيد بيبقى خطوه بخطوه، ولكن كلاعيبه كره يد عارفين طبعا تمام ان الخصم الاصعب والاقوى هو المباراه دي، فمهما تقعد تقول له خطوه خطوه برضه الديربي الافريقي الديربي الافريقي ومهما كانت البطوله منتخب تونس مع مصر بيكون غير طبعا، والمباراه بتكون مش سهله. كابتن خالد فتحي هنطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع مع حضراتكم ونكمل حديثنا تاني.
رجعنا مره ثانيه، بنرحب بحضراتكم مره ثانيه وكابتن خالد فتحي. كابتن، تطور كره اليد الافريقيه خصوصا افريقيا يعني الجنوبيه. لا، وطبعا حصل تطور في المنتخبات الافريقيه زي مثلا منتخب كاب فيردي، تطور مذهل طبعا، لان طبعا عندهم عدد من لعيبه كبير محترفين في البرتغال، وقدروا من البطوله اللي فاتت يوصلوا نهائي، والبطوله دي احنا شايفينهم في المربع ووارد جدا ان هم يصلوا الى النهائي، فطبعا ده حاجه هايله يعني. طبعا المنتخبات الاخرى كالعاده بقى في مثلا النهارده شفنا منتخب الكونغو بيكسب منتخب المغرب، دي حاجه يعني حتى لو هي بضربات الجزاء، بس دي حاجه طبعا مفاجاه كبيره جدا، لان انت بتتكلم على انجولا وتونس والجزائر ومصر، واخد بالك، دخل دلوقتي كاف فيردي وبيخش الكونغو، كره ديمقراطيه يعني، يعني كلام طبعا في تطور اكيد يعني. غينيا منتخب قوي جدا، وغينيا منتخب اجسام، وكنا بنتكلم انه ينقصهم بس الهاندبول، ما هو الحته دي، ما هو ما هما يعني التطور اللي في الرياضه عمليه تراكميه طبعا، وكل ما بيبني بيطلع سلمه، بيطلع سلمه، فوارد جدا ان انت في السنين القادمه في المستقبل تبص تلاقي الفرقه دي، لان هي برضو اسهل، موضوع الاحتراف اسهل لهم يعني. هناك اسهل لهم، باسبورات برتغاليه بيروح يقعد هناك، يروح البرتغال، يروح اسبانيا كده، فالموضوع سهل. وفي حته كمان يا كابتن ما بتشرطوش يعني، لا اعترف في النادي هناك، انا بس عايز اتمر، عايز العب، ومن ما هتاخد كام، مش عايز حاجه، ومن سن الصغير يعني، من هم صغيرين، من هم صغيرين بيقدروا يروحوا يحترفوا، فالموضوع ده بيساعدهم كتير، ودي رساله لانديتنا برضه كابتن خالد بعد اذنك يعني، لان لعيبه كتير ممكن في سن صغير بيجي لهم احتراف، الانديه بتبالغ في طلباتها، فهنا خلي بال حضرتك، الانديه بتبالغ، وفي عائق اخر اللي هو الدراسه، انت وانت في الدراسه وعندك تجنيد وعندك كده والكلام ده كله بتعمل لك مشكله، خاصه ان احنا هنا بنحب ان احنا لازم الدراسه قبل الرياضه، يكمل الدراسه ويكمل دراسته والكلام ده، هو طبعا بالنسبه لهم بره بيبقى هو الكارير هو الرياضه، مظبوط يعني، هو اللي بيطلع لاعب محترف هي ده المستقبل بتاعه. فطبعا تسهيل الامور كلها، كل ما يعني انا بقول ايه حضرتك، كل ما بيحصل تجربه وتنجح بتبقى ضاغطه على الاجيال اللي طبعا يعني احنا في كره اليد دلوقتي اول مره يعني في تاريخنا يبقى عندنا هذا العدد من اللاعبين المحترفين في احسن دوريات اوروبا وبيلعبوا في اعلى المستويات، ده بيبقى تجربه ناجحه بتضغط على كل اللعيبه دلوقتي اللي طالعه امنيتها وشايفه ان ده الهدف. فطالما انت نجحت في تصدير تجربه معينه هتبقى ضاغطها بعد كده ان تخفف من الاجراءات وتخفف من طلبات الانديه وتخفف من الاجراءات اللي بتحصل وكده، لان هم شافوا ان ده المستقبل ووارد جدا ان طبعا هو يحصل، فبالتالي ليه اللعيبه الصغيره ما تعملش كده. خط عوده جيد لحد ما لمنتخب الجزائر في البطوله دي، شايفه ازاي؟ لا، منتخب الجزائر البطوله دي خطير جدا جدا، خطير جدا، لان هو نمره واحد مكتمل من عناصر الخبره اللي عنده وجاهزين، ولاعيبه المحترفين جاهزه، ولاعيبه جاهزه يعني، هم كانوا ممكن قبل كده بيبقى عندهم اصابات او لما بيجوا ما بيبقوش كلهم جاهزين. تمام. المره دي كل منتخب الجزائر مكتمل العناصر، سواء عناصر شابه او خبره، وجاهزين، وبالتالي منتخب خطير جدا ولا بد ان يعمل ليه الف حساب. هو طبعا اعاده ترتيب منتخب الجزائر، وبدا خط عوده لمنتخب الجزائر بشكل شفناه كويس جدا، طبعا على راسهم طبعا المحترف الكبير ايوب عبدي، واللي قدامنا ده على الصوره، واللي كان عامل جيم كويس، معظم لعيبتهم محترفه في فرنسا، وبداوا دلوقتي فعلا يعملوا عمليه يعني اعاده ترتيب للاوراق مره ثانيه. الجزائر طبعا اللي حصلت على اللقب 7 مرات. تمام. فطبعا تراجع المستوى ادى ان الشارع الجزائري او محبي كره اليد في الجزائر لا بيطالبوا بعوده المنتخب ده، وبدا من البطوله دي اعتقد يعني وصول لكاس عالم، وصول لمربع ذهبي في امم افريقيا، الموضوع في عوده قويه لمنتخب الجزائر. هما طبعا ليهم تاريخ كبير في البطوله الافريقيه، ويعني من الفرق اللي هي ابتكرت طرق لعب كبيره جدا في الثمانينات وحتى بدايه التسعينات،
وليهم بطولات وارقام. المنتخب الوحيد في تاريخ افريقيا اللي خد اللقب 5 مرات متتاليه على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات قمه يعني، ولكن وقعوا في فتره معينه لان برضو ما كانش فيه القاعده اللي تطلع لعيبه بعد ما كان ما هي الموضوع امكانيات يعني الرياضه فيها امكانيات طبعا ماليه وامكانيات تخطيط وامكانيات لعيبه ومدربين واداره فهم طبعا فتره كان الدنيا بعدت عندهم، لكن انا شايف ان المنتخب الجزائري عاد وبقوه، وانا بقول اهو بحذر ده لابد ان يتعمل له 1000 حساب لان اللعيبه ممتازه جدا وخبرات وجاهزه ولعيبه كبيره وعندها يعني محترفين برضو في انديه جامده جدا وبيلعبوا في الليفل العالي، وبالتالي يعني فريق قوي جدا، وهيبقى مباراتهم مع كاف فيردي مباراه في الملعب قويه، ووارد بشده ان الجزائر تصل الى النهائي. تمام، نروح لمنتخب تونس وديربي بافريقيا. منتخب تونس بعناصره الموجوده دلوقتي، العناصر الشابه بالغيابات اللي عنده طبعا زي ما كنا بنتكلم تحت الهواء، مين درمول قائد الفريق والعقل المدبر، جهاد جاب الله، حازم باشا، غيابات طبعا الاصابات، وعناصر شابة أثبتت نفسها وأقوى هجوم في البطولة إلى الآن بتسجيل عدد الأهداف بالإحصائيات يعني. هو الحقيقة حصل عندهم استقرار من المدرب الفرنسي معاه غزال غزال ومعاه كابتن وسام حمام، قدروا بقى لهم فترة بيشتغلوا يعني، أعدوا الفرقة بشكل كويس جدا، لعبوا عدد مباريات كتير، اكتشفوا كل الإمكانيات، قدروا يعملوا نظام داخل الفريق. تمام، ويا ريت يعني يكون اللعيبه بتسمعنا، لان انت مهما كان الفريق اللي قدامك ليه قدرات معينه، ولكن لو فريق منظم بيتعب، ولابد ان فريق دفاعه قوي جدا منظم تكتيكيا عنده سيستم لعب بيجري كتير جدا بيجري كتير جدا وسرعات كتيره جدا، ففريق متعب جدا، وبالتالي مباراة هتبقى صعبة، ولابد ان اللعيبة عندنا من اول ثانية تكون حاطة يعني اهتمام. ثانيا عاوز اقول حاجة، ثانيا المباراة بتاعت مصر وتونس بتبقى مباراة ليها طابع خاص عشان ديربي وكده يعني، غير ان فيها امور فنية فيها امور نفسية كتير. تمام، وبالتالي اللعيبة لابد ان هي تتعامل سيكولوجيا ونفسيا مع المباراة دي بطريقة هادية، بأسلوب هادي، بقناعة بقدراتهم، بثقة، عشان يوصلوا بيها لبر الأمان. لكن ما لو هم يعني دخلوا في التنشن وفي الموضوع اللي يعني مثلا دفاع أجريسيف شوية، فهو يبقى متعصب شوية، لو خرجوا يعني لو عصبيا خرجوا بره التركيز هتبقى مشكلة. ده غير كمان حاجة مميزة عند منتخب تونس حاليا طبعا حراسة المرمى بالقائد وأصيل نملي اتكلم على، والحارس الثالث كمان حراسة مرمى متميزة جدا 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 جدا، أطوال حراس مرمى عندها هو بصفة عامة نقاط قوة الفريق التونسي دفاع قوي جدا حراسة جدا مرمى. والمدرسة الفرنسية في الدفاع ما بتتعامل بطريقه المقابله يعني، هو مش بيستنى عشان يعمل بلوك وبتاع، لا هو بيقابل بيطلع عليك وبيقفل منطقه النص تماما، وبيبقى التصويب هيبقى من الاطراف، وبالتالي حراسه المرمى هتبقى من الاطراف قويه فبالتالي دي نقط القوه اللي عنده، وثم الجري والسرعه وكده، فدي طبعا موضوع احنا لو قدرنا نتغلب عليه هنبقى قطعنا 50%، فلازم يبقى فيه هدوء في اللعب وتأكيد على كل كورة وعدم فقد الكور وعمل أخطاء ما لهاش معنى ممكن تكلفنا حاجات ما يعني بالبلدي كده ايه، ممكن تسهل الماتش على نفسك وممكن تعقربه، وهم في الحتة دي بيفضلوا ماسكين في المباراة حتى آخر لحظة. ده اللي شفناه حتى في البطولة اللي فاتت يا كابتن، يعني تونس طول البطولة ناس كتير والخبراء يقول لك تونس ما جاتش البطوله، مستوى مش هو، بس مباراه نصف النهائي احنا كسبانين فرق هدفين يعني بالعافيه، لان هو بقول لقينا مباراه عالميه فجاه. ما هو ده اللي بياكد على حضرتك ان هي طالما هي مباراه ديربي بتبقى مباراه نفسيه وسيكولوجيه،
وبالتالي دي بتحط عليك عبء طبعا، فبتقلل من مستواك. يعني انت مثلا لو مستواك 400% العبء النفسي بيخليه 100 بيخليه 150، وبالتالي انت لازم تبقى هادي جدا عشان تقدر تلعب لعبك الطبيعي العادي وتقدر تقود المباراة بطريقة احترافية مش بطريقة عصبية او تنشنة او دخول مع تحكيم أو لا، دي مشكلة. يعني كابتن خالد فتحي بشكر حضرتك جدا على التحليل المستفيض، واستمتعت بحضرتك النهاردة جدا بصراحة. شكرا يا فندم، شكرك جدا. ورسالة اخيرة لجمهورنا الكريم، ان شاء الله غدا في تمام الساعة 6 مباراة مصر وتونس نصف نهائي كأس امم افريقيا، البحث عن الوصول للمباراة النهائية واللقب الافريقي 9 ان شاء الله في تاريخ مصر والثالث على التوالي، وتذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024. نطلب من حضراتكم تروحوا استاد القاهرة صلاة واحد ان شاء الله وتشجعوا مصر، تقفوا ورا ولادكم، منتخب مصر لكرة اليد المسكن والمداوي لألام الرياضة الجماعية في مصر، دايما رافعين راسنا دايما صناع السعادة. وبشكر كابتن خالد فتحي مرة تانية. شكرا. بشكركم كابتن، بشكركم اعزائي المشاهدين، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.